وصلنا لمحطتنا الختامية المميزة لليوم نور، وهيك فيها كثير من الإبداع. أكيد سلمى، ختام رحلتنا الصباحية اليوم جميل مع صوت دافي وقوي، رغم صغر سنه قدر يستغل السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي لتعرفوا الناس أكثر. موهبة سورية صغيرة ما بتتجاوز العشر سنوات، خلونا نتعرف عليها بالمادة التالية. يعني صار معنا بالاستوديو الموهبة الجميلة اللي كنا عم نتابعها، قيصر مصطفى، من المواهب الصغيرة بالسن ولكن اللي قدرت تعمل لها مساحة هيك ولو صغيرة على قدها بهالسوشيال ميديا وتستخدمها بطريقة إيجابية بدل ما يكون فقط للعبث والتسلية. خلينا نرحب سوا معكم مشاهدينا. صباح الخير، كيفك قيصر؟ صباح النور يا هلا، يسعد صباحك. أول شيء عمرك 10 سنين، خلينا نحكي إمتى بلشت تغني؟ أنا من كنت صغير كنت غني، فسمعوني أهلي هني اللي شجعوني ودعموني لصرت بهاي الموهبة. طيب خلينا نتعرف هيك أكثر عنك، أنت بأنو صف قيصر؟ صف خامس. صف خامس، كيف المدرسة والدراسة وبشكل عام هيك مع التدريب على الغناء بشكل عام؟ احكي لنا يعني كيف عم تقدر توفق، يعني الغناء عم ياخذ نوعا ما من وقتك ولا لا بتقدر تنظم دراستك وتقدر تغني وتتدرب وتعمل كل هالقصص سوا؟ بعمل كل شيء بتعمل كل شيء. طيب خلينا اليوم جهزنا انت كثير اغاني حلوين، كنت عم تحكي لنا قبل ما نبلش، شو اول غنيه رح نبلش فيها؟ حزن الشوق. يلا. هزاني الشوق ليك ما عدت احتمل، دوم القلب يناديك عايش على امل، عايش على ذكراك يا ريم الوادي، ما يمكن يوم انساك يا قطر النادي، بعدك نجمي غاب بدري ما اكتمل، هزاني الشوق ليك ما عدت احتمل، ما عدت احتمل، طال البعد يا زين زايد عذابي، وانت الناظر للعين يا اغلى حبابي، وين القى مثلك وين يا شهد العسل، هزاني الشوق ليك ما عدت احتمل، ما عدت احتمل، عند الماسة بناجيك كل ظني بجنبي، واتمنى بس لاقيك يا نسيم الغربي، لو زعلان براضيك بس اعزها على
هزاني الشوق ليك، ما عدت احتمل ما عدت احتمل. الله قيصر، عم نتسمع وسعيدين بوجودك وبسماع صوتك. بالمدرسة كان إلى حصة لتطوير هي الموهبة، في أستاذ كان يساعدك ويدربك، خلينا نحكي كيف كانت المساعدة من خلال المدرسة؟ طبعا أكيد. المدرسة كان لها حصة تطوير الموهبة. كانت إدارة المدرسة والمعلمين الأساتذة وأنسات كلهم، يعني كلهم كانوا يساعدوني، يسمعوك ويساعدوك، يسمعوني ويساعدوني ويشجعوني ويدعموني. طب هاي الغنية اللي غنيتها هزني الشوق، هاي الغنية غنية من التراث هي؟ احكي لنا أكثر عنها، كيف بتنقي هدول الأغاني اللي بتحفظهم؟ مين بيساعدك أول شيء بأنك تختار الأغاني؟ أهلي. أهلك بي. طيب هاي الغنية من تراث وين؟ وين بغنوها؟ سويدا. من سويدا. اي حلو. شو كمان حافظ هيك اغاني تراثيه؟ هلا شفنا الاغنيه اللي طلعت على الشاشه قبل ما تبلش كمان اغنيه تراثيه. ايه. لوين هديك؟ كمان لسويدا. كمان لسويدا. نوجه تحيه لكل اكيد نوجه لهم تحيه. سويدا حافظ غنيه ثانيه، شو هي؟ اسمك سوريا. خلينا نسمع. اسمك سوريا عذر الشمس انكتب، والملحمات تعلقت عهضا بيها، تاريخك لمن صانب الدم انكتب، صفحة بطولي ناصعات بياضيها، تشرين الأول وحد جيوش العرب من شرقها لغربها لجنوبها، غالي وطننا يا الوطن غالي الثمن، ما ترخص لو ما زاد حرابيها، اسمك سوريا عذر الشمس انكتب، والملحمات تعلقت عهضا بيها. يعطيك العافية. هلا يمكن الناس مو شايفين مين في ورا الكاميرا وهو متعلق فيه كثير، طبعا والدته معنا بالكواليس، هي عم بتشجعه، بدنا نقول لها يسعد صباحك. نوجه لها تحية كثير كبيرة. اكيد نوجه لها تحية، وكل الوقت انت عم تغني وعم تطلع على الوالدة كل الوقت. قد ايه بتشجعك الماما؟ قد ايه بتشجعك هيك على الأغاني؟ كثير. هي بتنقي لك الأغاني؟ هي وبابا. بالختام بدنا نسمع منك غنية، شو حابب تسمعنا هلا؟ مع السلامة. مع السلامة لو ناويت تروح، مع السلامة يا أغلى من الروح، مع السلامي مع السلامي، حسرة ونادامي بعدك عن العين، حسرة ونادامي غايب عني وين، حسرة ونادامي حسرة ونادامي، خليك بجنبي وعن عيني لا تغيب، خليك بجنبي يا أغلى حبيب، خليك بجنبي وخليك بجنبي، جناح اليمامي رفرف ما عطير، جناح اليمامي
عظفة في الغدير جناح اليمامي جناح اليمامي. سلم هالصوت. برافو برافو. شكرا كثير لك. سلام. نتمنى لك التوفيق قيصر، ان شاء الله يا رب هيك نشوفك بالمستقبل مطرب مهم مو فقط في سوريا، بنشوفك على مستوى الوطن العربي. شكرا كثير لك. شكرا شكرا لك.